السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خضم الأمور المتعلقة بالنادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت، في سؤال بيطرح على الجميع: هل مارسينيو اللاعب البرازيلي الذي يلعب لفريق نادي كاواساكي فرونتير الياباني جاي ولا مش جاي؟ طيب خلينا نقول ايه، خلينا نقول اني ما صاحب هذه الصفقة من مشاكل وصراعات ما بين الاعلاميين وتحميل بعض العاملين المنتمين للنادي الاهلي والعاملين في قناة النادي الاهلي مسؤولية تأخير الصفقة. وخد معاك بقى وانت طالع محمد ابو علي، محمود شوقي، دول قوي ناس تكلموا على اللاعب ده، وانت ماشي بقى كده وانت جاي كده مثلا طريق المحور هتلاقي ابراهيم مينيسي جاي هاته في ايدك، بعد ما تخلص على ابراهيم مينيسي هتجيب معاك امير هشام، هتلاقي عدد كبير جدا من الصحفيين والاعلاميين اللي اتكلموا عن الصفقه، وحتى ناس على الفيسبوك او على اليوتيوب زي مثلا خالد الاتربي، زي مثلا اسلام ياسين، زي مصطفى خليل حسين، هتلاقي في مجموعه اعلاميين كتير وصحفيين كتير وناس في الفيسبوك وناس على اليوتيوب فتحوا موضوع الصفقه وكلام عن الصفقه دي. كل دول تحملوا مسؤولية فشل الصفقة، يعني إذا كانت يعني الصفقة فشلة، لكن في أطراف إعلامية بتعمل في القنوات الرسمية والقنوات الفضائية بتؤكد على أن الصفقة فشلت، وفي ناس منهم بيقولوا لا الصفقة ما فشلتش بس في مماطلة من النادي الياباني، ولسه في بعض الأطراف اللي هي الأطراف اللي اتكلمت عن الصفقة من الأول قالت أن الصفقة هتتم ما فيش أي مشكلة. طيب أنا إيه رأيي في القصة دي؟ رأيي في القصة دي أن في الضغط اللي احنا فيه والجمهور بتاع النادي الاهلي مش عاجبه اداء الاداره فيما يتعلق بالصفقات، طبيعي جدا ان الاعلاميين بيتعرضوا لضغوط من الجمهور في سبيل ان هم يقولوا لهم اي معلومه متعلقه باي لعيب النادي الاهلي بيفاوضه او ممكن يفاوضه او ممكن يجيبه. الضغوط دي بتخلي الاعلاميين دول يجتهدوا في البحث عن ممكن النادي الاهلي هيجيب مين. انا مصدق محمد ابو علي بالمناسبه ومحمود شوقي في اللعيب اللي يتكلموا عليه، ومصدق بقية الناس اللي فتحوا سيرة هذه الصفقة، لكن خلينا نقول ايه، خلينا نقول ان احنا بخبرتنا مع النادي الاهلي ممكن نقول ان لو اللعيب ده جاي فهو جاي، مفيش اي مشكلة هتعوق النادي الاهلي في انه يجي، لا الفلوس ولا اي حاجة تاني، لان تدخل الزمالك او تدخل بيراميدز او اي نادي في مصر في هذه الصفقة مش هينفع، لان كل الاندية دي عندها الاوتوبيس كامل، عندها الاوتوبيس كامل، الزمالك عنده 5 اجانب، بيراميدز عنده 7 بيحاول يخلص من اللي عنده، لسه جايب لعيب قريب من الدوري الامريكي، هتلاقي معظم الانديه ايه الاوتوبيس عندها كامل، النادي الاهلي لسه عنده مركز فاضي او مكان فاضي غير تحت السن. وتحت السن دي حد دلوقتي بالمناسبه انديه زي الزمالك لسه ما استغلتهاش مثلا، لكن انت لسه عندك المكان فاضي. دي نقطه. النقطه الثانيه، اي نادي في الخليج برضو عنده نفس المشكله ان هو القيد عنده قفل فمش هيقدر يجيب اللعيب ده، ففتح الاخبار المتعلقه باللعيب ده او فتح الاخبار المتعلقه بالصفقه يعني يمكن يكون عائق قدام النادي الاهلي او باب المزايده مع النادي الاهلي على اللاعب وفريقه الياباني. دي نقطه. النقطه الثانيه ان حتى لو فرضنا ان اللعيب ده صفقته فشلت فبالتاكيد النادي الاهلي فتح خطوط اتصال مع لعيب تاني، قد يكون اللعيب ده ما هو ايه اكثر من عملية تمويه للحديث عن لعيب اخر بشكل اكثر جدية في مكان اخر، ربما يكون فعلا هو كلام عليه هو، وممكن يكون كل بيجا ده تمويه. لكن في كل الاحوال انا متأكد ان قبل 10 اكتوبر ان شاء الله النادي الاهلي هيكون تعاقد مع لاعب خامس، لان انت محتاج اللعيب ده في الفترة اللي ما بعد مباراتين الاتحاد المنستيري عشان يشارك قدام الزمالك. دي حاجة. الحاجة التانية، انا برضو متاكد ان النادي الاهلي هيحسم على الاقل لعيب برضو تحت السن، بس حته تحت السن دي مش قضيه ان انا احسمها متاخر او احسمها بعد نهايه فتره القيد، ان كده كده تحت السن دي بتبقى مساله مفتوحه للقيد يعني مش مشكله فيها. وفي كلام قوي على ان النادي الاهلي شغال على صفقتين، واحده افريقيه وواحده برازيليه. المطلوب من الجمهور انه يصبر، يعني مش كتير يا جماعه ان احنا نصبر، اللعيب ده كده كده حتى لو كان جه من 10 ايام هو مش هيشارك في مباراتين اتحاد المنستيري لانه مش هيبقى مقيد افريقيا. لكن فعلا يا جماعه عمليه الضغط المستمر على الاداره بالطريقه دي عمليه صعبه، يعني انت لو بصيت هتلاقي ان انت ما كانش عندك غير الاماكن اللي انت جبت فيها،
معاك حق في اللي بيقول مثلا ان احنا كنا محتاجين نجيب لعيب وسط 8، ومعاك حق برضه في اللي بيقول ان الاهلي كان برضه محتاج ان هو يجيب مهاجم اجنبي سفاح زي ما بيقول. لكن دي مش هي اللي هتقف قدام النادي الاهلي على الاقل لحد يناير. لكن انت مؤكد هتجيب الجناح المحتمل ده اللي هو الخامس، ومؤكد برضه ان شاء الله هتجيب لعيب تحت السن في مركز المهاجم، فانت ما عندكش مشكله في ده على الاقل لحد يناير. اكيد هيبقى في مجال لاستكمال موسم الصفقات بالنسبه للنادي، لكن المطلوب من الجمهور ان هو يبقى هادي شويه. ده رجاء شخصي مني يعني، من اخوكم الفقير على الله. تمام، يا ريت بس بجي عليكم كده تسمعوا الكلام. السلام عليكم.